العزيز الذي لا يذل، وكل ما سواه زائل مضمحل سبحانه. قسم بالموت عقاب الجبابرة، وكسر به دهور الأكاسرة، وقصر به آمال القياصرة الذين لم تزل قلوبهم عن الموت نافرة. أنقله من سعة الدور والقصور إلى ضيق المهود والقبور، ومن التنعم بالأكل والشراب إلى التمرغ في الدود والتراب. سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالله عليكم، لو أن الله تبارك وتعالى أمر ملك الموت أن يقبض روحك من الغد، هل تراك سارعت في الخيرات؟ هل تراك سارعت لتصلي؟ هل تراك سارعت للصلوات في الجماعة؟ هل تراك يا أمة الله تلبسين الحجاب اليوم قبل الغد؟ هل تراكم أو تراكم تسارعون إلى الخيرات، تسارعون إلى مرضات الله جل وعلا؟ فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن كنت مؤمن يا عبد الله فخف الله تبارك وتعالى قبل أن تخاف الناس. يا من تظهر للناس الجميل ولكنك إذا خلوت بمحارم الله انتهكته. سؤال يحب يوجهه للشيخ ربيع يكتبه في ورقة إن شاء الله الشيخ يجاوب عليه. والآن نمر إلى فقرة الأسئلة مع أخونا زياد إن شاء الله، هو يقول لكم شكون يجاوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أقوى من كل شيء، أعظم من كل شيء، لا إله إلا أنت سبحانك لذنا ببابك وانطرحنا. فكلنا يا قوي ويا عزيز ويا عظيم ويا قدير سبحانه. سبحانه سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رباه إن كنت بالذنوب بالخطايا بالمعاصي بالآثام بالموبخات أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد صلى الله عليه. إخواني أحبابي والله إني لكم لناصح أمين. فإلى متى يتيه شبابنا في فراغ وسهر وانحراف وفساد، عشق وغرام، عجب وغرور، تبرج وسفور، ضياع للشخصية، تدبير للأموال، تقليد للغرب، التدخين والمخدرات، العادة السرية، الحبيب الغالي. ألا يكفي هذا التخبط أيتها الأخت الغالية؟ حبيبي الغالي حاسب نفسك، حاسب نفسك.